المشاهدين، تغطيتنا متواصلة هنا في قاعة الذكرى إلخال دماربية لتغطية أحداث واحتفالية الدكتور ماجد طلعة التونسي بعد تخرجه من كلية الطب بجامعة أم القرى. يسعدني وشرفني في هذه اللحظات أن أستضيف المحتفى به في هذه الليلة الدكتور ماجد طلعة التونسي. بداية دكتور نرحب بك ونقول مساك الله بالخير. مساكم الله بالنور، الله يحييكم. أو الدكتور ماجد اليوم يحتفى بك في هذه الليلة، اليوم أنت أحد أو أنت الذي بدره ساطع في هذه القاعة، شعورك وانطباعك عن هذه الليلة؟ شعوري جميل لا يوصف، بهذه الفرحة إن شاء الله بلغني أوصل الماجستير والدكتوراه وأرد شيء من اللي بيصير هذا الوالد، لأنه هو السبب في كل اللي أنا فيه الآن وفي المرحلة اللي أنا وصلت فيها. دكتور ماجد اليوم الأهل الخلان الأقرباء الأصحاب يحضرون من أجل أن يشاركوا ماجد وزملائه المتخرجين فرحتهم وبسمتهم في هذه الليلة، كلمة توجهها للشخصيات الحاضرة. ألف ألف شكر وألف عافية لهم، الله يعطيهم العافية على حضورهم وتشريفهم لي في هذه المناسبة السعيدة. دكتور ماجد، أبعد دراسة شاقة في هذا القسم، وكل منا يعرف بأن قسم الطب أو دراسة الطب هي الدراسة الصعبة أو المهنة الصعبة والشاقة. ماجد تخطى مرحلة الدراسة والآن ماجد يدخل في مرحلة أخرى ويدخل إلى مهنة جديدة في هذه اللحظات. ماجد كل منا يعرف بأن الطب مسؤولية وأمانة. ماجد كلمة أو انطباعك عن موضوع الطب وعن موضوع المسؤولية. بلا شك الطب هي أعظم مهنة في هذه الدنيا، لأنه فيها نحن بنكون علينا مسؤولية كبيرة، نحن بنعالج آلام الناس وهمومهم، نحن بنكون سريرين لهم، والله يقدرنا على هذه المسؤولية إن شاء الله. دكتور ماجد كلمة أخيرة تنهي بها اللقاء. كلمة أخيرة أحب أوجه الشكر لأبي وأمي وأهلي وأختي وزوجتي على كل ما أعطوني إياه، لأنه لولا الله ثم هم لما وصلت هذه المرحلة اللي أنا فيها. دكتور ماجد سعداء كثير متواجدك معنا، شكرا لك. أنا سعيد.